مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. في البداية أقول لكل إخوتي وأشقائي المسلمين كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. حديثنا اليوم عن زوجة مسيحية لفنان مسلم مصري. من هي؟ لورا طليقة شريف منير مسيحية، وخدمت زوجته الأولى خلال مرضها الخبيث. أعلن الفنان شريف منير طلاقه رسميا لزوجته الثانية لورا عماد، وذلك بعد فترة زواج امتدت لسنوات طويلة. وبقت الكثير من الجمهور يتساءل عن لورا عماد. معلومات عن هذه الشخصية: لورا عبد الأحد، واشتهرت بلورا عماد، وولدت في 1 يناير عام 1972، وهي مسيحية الديانة. بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة بعدما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل إعجابا بملامحها. كان أول أعمال لورا عماد هو فيلم البطل بطولة الفنان أحمد زكي، والذي عرض عام 1997. شاركت لورا في مسلسل الرجل الآخر مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، كما شاركت أيضا في فيلم سوق المتعة عام 2000، وفيلم أرض الخوف عام 2000 أيضا. وكان آخر ظهور للورا عماد على الشاشة من خلال فيلم لو كان ده حلم عام 2001. ثم ابتعدت عن كل الفن بعد زواجها من الفنان شريف منير، وإنجبها ابنتيها فريدة وكاميليا. عادت لورا عماد من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نسيبي واسمتك الجزء الرابع، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك، وعرضت عام 2022. أعلن الفنان شريف منير القصة وانفصاله رسميا عن لورا عماد، إذ كتب عبر الإنستجرام: تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء اسمه نصيب، وأتمنى ليها كل الخير والسعادة. سبق وتزوج الفنان شريف منير للمرة الأولى من سيدة تدعى ناهد، وهي من خارج الوسط الفني، والذي أنجب منها ابنتيهما أسماء شريف منير. ولكن ناهد أصيبت بمرض سرطان القولون ثم رحلت عن عالمنا. ثم تزوج شريف منير من لورا عماد، وهي كانت صديقة زوجته الأولى. ظلت لورا تخدم صديقتها ناهد حتى رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بالسرطان، وكانت دائما بجانب أولادها بعد رحلها. وعلى الرغم من اختلاف الديانات، إلا أن زواج شريف منير ولورا عماد كان من الزيجات الأكثر استقرارا في الوسط الفني، ولكنهما انفصلا منذ قليل. حادثة مؤلمة ومحزنة، ومش عايز أقول كلام يزيد أباحة. لا خلاص، قالوا المسيحيين عشان هي تدور على شخص مسلم، ولا المسلمة، قالوا الشباب المسلم عشان يجروا على شباب مسيحيين. كل ده يؤدي إلى عدم معرفتهم لربنا. وهنتكلم ونقول كمان حاجة تانية جميلة وغريبة: استدعت وزارة الخارجية السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين، وقدمت له احتجاجا على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في صوفيا. وقال بيان الخارجية الروسية: اليوم الاثنين استدعينا سفير بلغاريا أتيناس كريستين اليوم، ووجهنا لها احتجاج شديد اللهجة
على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صوفيا بذرائع كاذبة وبطريقة مهينة. وأضاف هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي، محذرة صوفيا من عواقب غير سارة. وتابعت أيضا: نحن على قناعة تامة بأن مخططهم المواجهة لتفويض العلاقات أو لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل، ومصيرها الفشل. رحم الله كل مصر. مسيحيون يطلقون صيحة فزعة بشأن انتهاء وجودهم في العراق. أطلق مسيح العراق صيحة فزعة جديدة بشأن التناقض المستمر لإعدادهم في البلد في ظل استقرار الأوضاع المشجعة لمن بقي منهم على الرحيل. وكشف الكاردينال لويس ساكو أن نسبة المسيحيين في العراق تراجعت من 4% إلى نحو 1% من مجموع سكان البلاد، مشيرا إلى مقتل 1200 مسيحي في أعمال عنف خلال 15 سنة، بينهم 700 قتلوا على الهوية. وقال في رسالة نشرها على الموقع الرسمي للكنيسة الكلدانية أن العراقيين المسيحيين تنتهك حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة. وذكر أنه لا يجري إقصاءهم من وظائفهم والاستحواذ على مقدراتهم وأملاكهم، فضلا عن التغيير الديموغرافي الممنهج لبلدتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية. وأكد مغادرة مليون مسيحي للعراق بعد سقوط النظام السابق وبعد تهجير عناصر داعش لمسيح الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014، وأيضا لأسباب أمنية أخرى من بينها السلاح المنفلت وانتشار منطق الطائفية والمخاصمة. وأشار إلى اختطاف عدد كبير من رجال الدين المسيحي في الموصل وفي بغداد، وقتل عددا منهم وأبرزهم المطران بولس فرج رئيس أساقفة الموصل للكلدان. واعتبر أن مختلف تلك الظروف أدت إلى فقد المسيحيين للثقة بتحسن أوضاعهم بسبب تلك الانتهاكات وتبعات قانون الأحوال الشخصية وأسلمة القاصرين. شكرا لكم أحبائي أعزائي، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة.